صحيح. طيب ده على مستوى النادي الاهلي. المنتخبنا طبعا بيستعد لبطوله صعبه، يعني انا قلت في الانترو البطوله صعبه جدا، لكن دايما ودائما وابدا اسم مصر ومنتخب مصر دايما مرشح بالفوز بهذه البطوله. عايزين نعرف منك بعض الارقام وبعض الاحصائيات الخاصه ب بطولة افريقيا في كوت ديفوار. اتكلمنا عن المنتخب، يبقى لازم طبعا نذكر طبعا روي فيتوريا. بنتكلم على ارقام روي فيتوريا مع المنتخب، يمكن هو اللي اعتقد ان البطوله اللي جايه هي اللي هتبقى الاختبار الحقيقي. كان في طبعا بعض المباريات انا متفق معاك، يعني هي دي بقى اللي هتقرر، نقدر نقول ان هو فعلا قادر يبني المشروع بتاعه مع منتخب مصر، ولا هيكون في بعد الشهر ان شاء الله اخفاق ولا لا. فان شاء الله ان احنا يبقى في نقطه ايجابيه. طبعا هو لعب 13 مباراه، فاز في 11، اتعادل في مباراه واتهزم في مباراه واحده، ل 31 هدف وعليه 6 اهداف، شباك نظيفه 9. يمكن دي بتبين لي برضو ان عندك توازن ما بين النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه. صحيح. من 13 مباراه بتطلع بتسع مباريات بشباك نظيفه، فهو على مستوى الرقمي هو حاضر مع المنتخب مصر، ولكن زي ما قلنا ما كانش فيه يمكن اختبار واضح قوي. فبنقول ان البطوله اللي جايه ان شاء الله يكون لينا حظ ان احنا نفوز بيها، خصوصا ان احنا بعيد عنها من 2010. وخلال 6 بطولات اقيمت من 2010 الى النهارده ما كانش فيه توفيق ان احنا نحصل على البطوله. فان شاء الله كل التوفيق لروي فيتوريا ان هو ان شاء الله يحصل على البطوله ان شاء الله باذن الله. طيب على مستوى اللاعبين، سؤال خارج الاطار، تتوقع مين هيكون ليه تالق في بطوله افريقيا على مستوى لاعيبه مصر؟ يعني مفيش شك طبعا محمد صلاح طبعا. محمد صلاح دايما في حته كده لوحده، لكن قول لنا اسم كده انت شايف من خلال متابعتك الفترة اللي فاتت سواء للدوري المصري او لفريق النادي الاهلي، انت شايف انه ممكن جدا يعمل طفرة، يعمل شكل مميز مع منتخب مصر؟ هو دايما اللي كان بيستوقفني هو توظيف زيزو. يعني انا بفضل طبعا ان هو هيبقى متالق وكل حاجه، ولكن هو توظيفه او اختلافي معاه ان هو مش حابب يخسر ما بين زيزو وما بين محمد صلاح. فدايما احنا يمكن اتكلمنا في النقطه دي قبل كده. صحيح. ان هو دايما كان بيوظفه في مكان بيدخل جوه الملعب، ما بيمسكش الطرف زي ما بيقول، ما بيمسكش الوينج، ودي يمكن خطوره زيزو. فانا كنت حابب ماشي زيزو ان هو هيبقى ليه دور مع محمد صلاح، ولكن حتى توظيفه، هل توظيف محمد صلاح هو اللي هيدخل قلب الملعب، ولا زيزو هو اللي هيدخل قلب الملعب بحيث ان زيزو يظهر؟ هي دي بس نقطه خلافي على توظيف زيزو مع منتخب مصر. دكتور احمد كالعاده يعني بتشرفنا ودايما بتنورنا بارقامك واحصائياتك، بنشكرك شكرا جزيلا وكل سنه وانت طيب. حضرتك طيب يا كابتن، بتشرف دايما تواجد مع حضرتك. شكرا جزيلا.